نجبي الحال يا نجبي. ايه مالك؟ الحال يا نجبي مش عارف اخد نفسي. ميه. هتخنق، مفيش اكسجين. اديله شويه ميه. ميه، ما تخافش. اشرب ميه. اشرب ميه. بس اهدى. بص، طول ما في كهرباء في اكسجين، والكهرباء شغاله زي الفل قدامك اهي. الكهرباء قطعت. يبقى مفيش اكسجين. كل واحد يستعمل انبوبه الاكسجين اللي وراه. حلو، انا جايب له اكسجين. لازم بقى فيه اكسجين معانا كفايه، محدش ضامن الطريق. اشربوا لبن. لبن؟ وابو موسى بعد المصاريف دي كلها مش قادر يجيب جنريتور؟ زاهر اديله لبن. اديله لبن. لا لا، مش عايز لبن. انا عايز نسكافيه. عايز ايه؟ نسكافيه. نسكافيه؟ اجيب لك نسكافيه منين دلوقتي؟ اديله لبن. معلش، الاماكن المقفوله دي تخنيش نفسي. مقفوله ايه؟ ما الطريق واسع قدامك اهو، مفتوح. اسمع، وانت ماشي ما تبصش لا يمين ولا شمال. ها؟ يا معين يا جبار يا رحمن يا رحيم، اللهم يا معين يا رحمن يا رحيم، اللهم فرج شدتنا. امين. يا بركه دعك اللي جاب يا امه. صورتني يا ده؟ مؤاخذة كبير. مفيش في النفق هنا كنيف. ايه؟ كنيف دورة مية أصلا، مؤاخذة. محصور. دورة مية إيه؟ أنت فاكر نفسك في الشيراتون؟ بص، امشي على طول واعملها في أي حتة، بس اعملها على جنب. ما تعملهاش في نص السكة. يلا. الواد ده لو فضل كده كتير النفع هيقع علينا. ايه؟ مفيش حاجه. الواد ده ينفع يشتغل في المطافي. ايه ده؟ الواد عبد الجليل ماله اتحرق كده ليه يا باشا؟ طبعا مش فاقد ميه كتير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. منور النفق. الاخوه من مصر؟ ايوه، احنا من مصر. مصر ده ام الدنيا كلها. الله يخليك. امال حضرتك منين؟ من السودان. احسن ناس. هي مصر والسودان ايه؟ ما هو واحد. اي خدمات؟ الله يخليك. بسلامه ان شاء الله. اتفضل اخويا، مع السلامه. مع الف سلامه. راجل طيب قوي. مين ده؟ ده الباك رايت بتاع الهلال يا باشا. ده الواد حموص غزله تغزيله. يا عبد الجليل، عبد الجليل، يلا بينا. بقول لك ايه يا كبير،
النفق ده باين عليه بسم الله الرحمن الرحيم مسكون. مسكون ايه يا ابني؟ في ايه؟ مسكون بايه ان شاء الله؟ عليا النعمة وانا بفك لمؤاخذة سنقتي لقيت عفريت طويل واسود قوي قام زرق من ورايا. ما هو جن ده كان حيشن من على الارض شيء العفريت. اه سلام الخل من رب الرحيم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. أخويا من مصر؟ نعم أخويا من مصر. شوف يا أخي المصري تعرف في أي حتة. أمال حضرتك منين؟ من إسطنبول. أحسن ناس. ما هو مصر وتركيا إيه؟ ما هو واحد. في خدمات يمكن أقدمها لكم يا فندم؟ لا متشكرين خالص. تفضل. سلام يا فندم. مع السلامة. السلام. مع ألف سلامة. ما هو خايف من إيه؟ ناس رايحة وناس جاية. أنا حاسس إن أنا في شارع جامع الدول العربية الساعة 2 بالليل. يلا مسدود. انا عارف ان انا هموت هنا. انا كنت حاسس من الاول. احنا مشينا اكتر من 9 كيلو. احنا تهنا. هنعمل ايه دلوقتي بقى يا باشا؟ يا باشا ما فيش غير حل واحد، ان احنا ناخدها اسهل اول النفق وبعدين نخبط على ابو موته لحد ما يفتح لنا. انت بتقول ايه؟ احنا معلناش اكسجين يكفي، يعني الكهرباء لو قطعت هموت هنا ومش هينفع نرجع. احنا وصلنا لحد هنا بالعافيه. ما تكلم لنا ابو موسى يبعت لنا حد ياخدنا من الدفنه اللي احنا فيها دي. اكلمه ازاي؟ ما فيش سيجنال هنا. احنا مشينا غلط، دخلنا نفق تاني. مفيش حل غير اننا نرجع. مش هنفضل واقفين كده نبص الحيطه سد. يلا نرجع. الحمد لله على السلامة يا ناجي بيك. أبو شعلان. أبو شعلان. أبو شعلان. أبو شعلان. أبو شعلان. أبو شعلان. نورتونا والله يا جماعة. الله الله يا ابو شعلان، تسلم ايديك، تجعله عمل على طول. الله يخليك. كفاية كده يا ابو شعلان، احنا مش جايين نكلفك هنا. يا ناجي بيك، مصر بلد الكرم والجود، والمثل بيقول جود بالموجود، وهذا كله من خيركم. الله يخليك، ما هو مصر وفلسطين ايه؟ ما هو واحد. أكيد. ليه ما بتاكل يا ناجي بيك؟ لا معلش، أصل أنا طول ما أنا بفكر ما بعرفش آكل. ممكن فنجان القهوة؟ على عيني وراسي، أحلى فنجان قهوة يعدل مزاجك. ربنا يخليك.
طول عمري نفسي اتجوز واحده فلسطينيه، الجمال اللي مش موجود ده، تلاقي العيون مسحوبه والرمش قد كده. استغفر الله العظيم يا رب من كل ذنب عظيم. يا راجل الطعز، ده احنا لسه جايين دلوقتي من النفق كانه التربه. يا شيخ حسن، وانا بقول يا صاحب، انا بقول اتجوز. انا بعد اللي انا شفته في النفق ده، انا مش مصدق ده لسه عايش، انا قطعت الخلف خالص. صحة وهنا يا شباب. واحفظك. اتفضل يا ناجي بيك، اتفضل اعدل مزاجك. هي البلد مالها فاضية كده ليه يا ابو شعنان؟ الحقيقة يا ناجي بيك في مشكلة حصلت، اتفضل. والطريق هالحين مقفولة. امال احنا هنروح غزة ازاي؟ بالليل ان شاء الله لما تهدى الامور شوي حنروح غزة. بس هلا انتم منورينا والدار داركم. هي المشكلة بين مين ومين؟ بين جماعة فتح وجماعة حماس. وايه سبب المشكلة؟ سبب بسيط جدا. واحد من جماعة فتح بيجوز ابنه، يعني عامل فرح. اجى لعنده واحد من بتوع حماس عشان يهنيه ويبارك له. قام فجر صاروخ بالفرح. صاروخ؟ صاروخ سكود ولا كاتيوشا؟ لا 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 يا ناجي بيك، صاروخ من هاللي بيفرقع بالفرح. لكن جماعة فتح اعتبروا انه ايه؟ هي إهانة إلهم وحيخربوهم الفرح. وجماعة حماس اعتبروا انه هذا الكلام مش مزبوط. بعدين الصاروخ يا ناجي بيك كان حيعمل حريقة بالفرح. لكن اللي حصل بعدين انه صار بينهم عركة كبيرة جدا. ربنا يهدي النفوس. امين يا رب العالمين. انا رح اقوم جيب لكم الشاي عن اذنكم. ربنا يخلف عليك ابو شعلان. بقول لك يا كبير، انا شايف ابو شعلان يعني بيقول لمؤاخذة حماس ولمؤاخذة فتح. انا لمؤاخذة ايه دول بالظبط؟ تعرفش مين حماس ومين فتح؟ لا يا باشا، ده صايت اعدادية، هيعرف منين ده؟ تعرف انت حسام؟ امال ايه يا باشا؟ ده انا مؤهل عالي، انت نسيت ولا ايه؟ انا بكالوريوس تربية رياضية. وبعدين في ايه يا جدعان، حد ما يعرفش حماس وفتح؟ تعرف ايه؟ تعرف ايه؟ شفتهم يا باشا في التلفزيون، قناة الجزيرة، الاتجاه المعاكس. كانوا جايبين اتنين قاعدين قصاد بعض كده والمذيع في النص. واحد فيهم كان بيتكلم بحماس، قام التاني اتفتح فيه. وشيء اتأخر ليه؟ وانت ابراهيم؟ لا يا باشا، انا بتفرج على ميلودي، ماليش انا في الجزيره. بقى محدش عارف حماس وفتح. انتوا مش عايشين في الدنيا. والنعمه الشريفه معدت علينا يا باشا. لازم تعرفوا ايه اللي بيحصل حواليكوا، لازم تفهموا كويس. وايه المشكله ما بينهم بالظبط يا باشا؟ المشكله ان دول مش طايقين دول، ودول واعيين مع دول، ودول عايزين يقلعوا دول ويركبوا على دول. راحوا دول ضاربين في دول، دول يسكتوا؟ لا. المشكلة بين دول ودول جات على هوا دول. أمريكا وإسرائيل طبعًا عايزين يوقعوا دول مع دول، مع إن دول نفسيهم واعيين مع بعض لوحديهم من غير دول. وإحنا في النهاية يهمنا إيه؟ يهمنا إن دول يبقوا مع دول. طب أنا عندي سؤال يا باشا، إحنا مع دول ولا مع دول؟ إحنا شوية مع دول وشوية مع دول. من هنا الغزة قد ايه مش عليك؟ حوالي 20 كيلو يا ناجي بيك. لا تقلق حنوصل، الحجة فاطمة عم تستنانا. على وين يا ابو شعلان؟ على بيت الحجة فاطمة بالشيخ عجلين. وين هوياتكم؟ الجماعة ضيوفنا، أمانة برقبتنا يا ابو مجاهد. على راسي يا ابو شعلان، أنا بعتذر لك، ما راح تقدر تمر بالسيارة اليوم، عندي تعليمات أمنية، ما في سيارة تمر من هون اليوم. إذا بدك توصل للحجة فاطمة راح تكون على رجليك إذا بتريد. على رجلينا؟ بس المسافة طويلة كثير ونحن مستعجلين، والجماعة وراهم شغل يا ابو مجاهد. هذه تعليمات يا ابو شعلان، وأنت سيد العارفين. We'll be right back.
هاي هي المخيمات. عشوائيات. هذا واحد من المسؤولين الكبار. مسؤول كبير، عشوائيات ومسؤول كبير. لكن هنا في مصر في وقفات احتجاجية؟ عارف يا ناجي بيك، الحجة فاطمة مثل أمنا، البلد كلها بتحلف براسها. لما عرفت أنكم جايين انبسطت كتير وصارت تتصل فيني حتى اطمنت عليكم، ولما عرفت كمان أنه الطريق مسكر ما نامت الليل لحتى اطمنت أنه ولله الحمد وصلنا. هي عندها كم سنة أبو شعلان؟ الله يعطيها طولة العمر، المهم الصحة. هي بركتنا يا ناجي بيك. الحمد لله على السلامة يا ناجي بيه. الله يسلمك يا هاني. أكيد الرحلة كانت متعبة. الحمد لله على سلامتكم كلكم. يا مالكم تنحين كده ليه؟ أنت وهو. اصحى. يلا. أعرفكم يا أولاد هاني جمال الدين. هتشترك معانا في العملية من دلوقتي، تعتبروها زي اختكم بالظبط. ده احنا نشيلها في عينينا. ابراهيم عزقلاني. ابراهيم بتاع العبري. الله، هو نصيتي وصل لحد هنا؟ حسام المصري طبعا، بطل العالم في الوسم الطويل. ده مين الفتاي اللي قالك المعلومة الغلط دي؟ انت مالك، انت ما تسكت خالص. انا كنت بحاول اوضح بس. لا تحاول ولا تنيل، اسكت خالص. المهندس زاهر عبقري الكمبيوتر والليزر. أهلا وسهلا، فرصة سعيدة. أنا أسعد. الشيخ حسن وتهامي وعبد الجليل، صح ولا أنا نشنت غلط؟ ده أنت نشنت ونشاني كراسة يا ست العرايس. فرصة سعيدة جدا يا جماعة، زي ما تخيلتكم بالظبط. بس أنت بتتكلمي مصري كويس أوي. أصل أنا عشت في مصر 6 سنين. إيه ده بجد والله؟ كنت عايشة فين؟ في مصر الجديدة في الكرب. بس وانا اقول شفتك فين قبل كده؟ انا قاعد بشبع عليكي من ساعه ما شفت في الكربه، كنت دايما بتاكلي ايس كريم عند دونات صح؟ وكان معاكي بالاماره واحده صاحبتك لابسه بودي فوشه ما بتقلعوش صح؟ فوشه ايه وايس كريم ايه؟ احنا في نادي. بتسكت خالص، اخرس. كنت بحاول الاغي بس. تلاغي ايه؟ امال فين الحاجه فاطمه؟ هي بتصلي وجايه دلوقتي، اصلها مستنياكم من امبارح. بقول لك يا قبله، معلش يعني شويه ميه ساقعه لحسن، عندي لما اخصح مو وحاسس بوليعه في صدري كده لما اخصه. باللغ اللي انت بتلغه. عيني حاضر. اتفضلوا يا جماعه. السلام
احلامي يا ام. انا عشان نفسي. والله انا ما كنتش عطشان، بس لما شفت المايه في ايدك عطشت. الهنا والشفا. انما حضرتك جيتي ازاي من مصر؟ انا قصدي يعني يا باشا هي ما جاتش معانا ليه؟ لا هي ما جاتش من مصر. امال جت منين؟ من اسرائيل. اصلها اسرائيليه. اسمها هاني ألدن. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يهوديه؟ معلش 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 يا باشا، لا مؤاخذه يعني، ما كده افوك الواحد هيضرب يا باشا. يعني هل هي اسرائيليه ولا مصريه؟ انا هقول لكم، انا مولوده في لوجانو على حدود ايطاليا. دي طلعت ايطاليه، ده على اخر القعده هنلاقيها من دمنهور. ابويا اسمه جمال الدين ابو سيف، كان رجل اعمال مصري واتجوز من امي راشيل وخلفوني في لوجانو، وعشت هناك مع اب مسلم وام يهوديه. بس بابا كان متمسك جدا بالاصول العربيه والاسلاميه رغم الغربه اللي هو عايش فيها، وكان متمسك قوي بقرايتي للقران من وانا طفل، لدرجه كان لما يشوفني وانا بقرا مصحف بيكافئني ويجيب لي عروسه تاني. ربنا يفتحها عليك يا هنيه ويكرمك ويرزقك بالخلف الصالح ويوعدك بالجنه انت وابوكي، اللهم امين. امي طبعا ما عجبهاش الكلام ده وانفصلت عن بابا وراحت عاشت لوحدها في جنيف. ما تحقنيش في نفسك يا اختي. اه ما هو لا مؤاخذه المراه اذا ما كانتش تعيش تحت طوع جوزها لا مؤاخذه ما تستاهلش اللقمه اللي بتدفعها. بابا كان على اتصال بالمقاومه في فلسطين وابتدى بيمدوهم بالفلوس والسلاح عشان يقدروا يثبتوا على موقفهم قدام الاحتلال الاسرائيلي. كان دايما يقعد معايا ويفهمني الجرائم الوحشيه اللي اليهود ارتكبوها، وكان بيحكي لي عن المجازر اللي حصلت في قنا وصبرا وشتيل، وعن الاف الاطفال اللي ماتوا من غير ذنب على ايدين الصهاينه. وفي يوم كان عمري 10 سنين مش اكتر، كنت بلعب بعروستي زي اي طفله، وبابا كان قاعد على المكتب بيشتغل، وفجاه دخلوا عليه رجال مسلحين. جريت انا واستخبيت ورا الستاره، كنت خايفه وببكي بس كاتمه صوتي عشان ما حدش يسمعني، وما كانش بايدي اعمل له ولا اي حاجه. ربنا يحرقهم بجاز، بس لو ادونا فرصه كنا قطعناهم. دم الراجل ده مش هيروح حاضر يا باشا. ايوه دي الوطنيه اللي حطت عليك فجاه دي. كنت بحاول اعبر. ايه كنت بحاول اعبر؟ تعبر ايه؟ لا تعبر ولا تنايل، اسكت خالص. بعد ما حصل اللي حصل كان لازم اروح اعيش عند ماما في جنيف. طبعا حاولت بكل الطرق ان هي تعمل لي غسيل مخ وتهودني، بس انا ما طقتش ورحت عشت عند عمتي في مصر كام سنه. قعدت هناك وبعدين رجعت لماما وقلت لها انا خلاص يا ماما هسمع كلامك. راحت جابت لي منحه من الجامعه العبريه في تل ابيب وعشت هناك. عشت هناك وانا ما نسيتش لحظه واحده يوم ما دخلوا على بابا المكتب وقتلوه قدام عيني. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا، اهلا اهلا يا ناجبين، نورتي. ازيك يا حاجه فاطمه؟ الحمد لله. والله وحشانا يا ست الكل. وانت كمان. يلا انت وهو كل واحد يبوس ايد الحاجه فاطمه. يلا. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. الله يخليكم ويحفظكم يا رب. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. شو يا بنتي؟ ما قدمتي شيء لضيوفنا؟ معقولة هذه؟ لا معلش بقى، ما هو من عشر الأم، ما أصلها عايشة في تل أبيب. أبدا والله، حتى عيدها مخروم. يلا يا بنتي روحي سخني الاكل. لا معلش معلش يا حاجة فاطمة، احنا مقدرين الظروف. ظروف؟ شو قصدك بالظروف يا ناجبي؟ قصدك الحصار اللي حوالينا؟ احنا ولا بيهمنا، وبعدين اللقمة إذا ما بياكلوها الأحباب مع بعض ما إلها طعم. ربنا يخليك يا حاجة فاطمة. ما قلت لي يا ناجبي، إمتى ناويين إن شاء الله؟ الليلة دي بعد المغرب إن شاء الله هنتكل على الله. لا بلاش الليلة. ليه يا حاجة؟ لأنه المقاومة ضرب جندي إسرائيلي والجيش بمشط الحدود كلها. بس النهاردة السبت وده بيبقى أجازة
تل أبيب كلها فاضية زي ما احنا اتفقنا. خليها السبت الجاي، يوم عن يوم ما بيفرق. هنقعد أسبوع هنا معقولة؟ وماله يا ناجبي، بنستأنس فيكم. وهنقعد فين أنا والجيش ده كله؟ في بيت أخوي زياد، بيته واسع وكبير والبيت يوسع ألف حبيب. يا فايز، أنا لما قبلت أجوزك أختي صباح ما كنتش أتصور إنك تعمل هالعملة المشينة هذه. كيف ترفع إيدك عليها يا فايز؟ كيف؟ يا زياد يا أخوي، هذه مرتي وأنا حر فيها، ما تتدخل في حياتي بالله عليك. اسمع يا فايز، أخطائك زادت كتير وأنا ساكت عليك. إيش؟ أنت بتهددني يا زياد؟ أنا ما بتهدد. أنا ما بهددكش، أنا مانع عنك ابني حامد. ما تنساش إنه في الشرطة، ولو عرف اللي بتعمله ما راح يسكت لك. رحت وأخذت مصاري الحجة وما رجعتهاش، نقلت أرض أختي صباح باسمك وقلنا ماشي هم حرين، وحق مية البير ما بتدفعهاش لفارس، الزلمة بيجي ياخدها منك. هذا كتير كتير يا أخوي، اللي فينا مكفينا الله يرضى عليك. يا صباح يا صباح، يلا يا أختي يلا روحي مع جوزك، الله يهدي بالكو، مع السلامة. ألو حجة فاطمة، إيش أخبارك يا عمتي؟ وين الشباب؟ ما عجوش لهالوقت؟ ها؟ أكيد هما. ما توصلنيش عليهم. ناجي بيه، اهلا اهلا وسهلا ناجي بيه. مساء الخير يا عم زياد. مساء الخير يا ناجي بيه، اتفضلوا اتفضلوا يا جماعه. معلش طبنا عليك كده زي القدر مستعجل، اتعشى من الحاج فاطمه تكون شرحت لك الموقف. اما تقولش كده يا ناجي بيه، البيت بيتكم. ما تاخذونيش يا جماعه، الاولاد برا بس انتم ببيتكم، يعني اللي بيحب ياكل اشي او يشرب اشي يتفضل، المطبخ هناك. اجعله عامر ابو زياد. تسلم يا ناجي بيه تسلم. انا داخل اعمل شاي، حد عايز شاي؟ يلا روح. ايه يا ابطال، هتضلوا واقفين كده؟ ايه لا، يلا يلا غيروا ملابسكو، الغرف فوق بالطابق الثاني، وكل واحد يلبس الجلابيه يلي على قده، اعتبروا حالكو ببيتكو، انا عندي شباب زيكو، الله يخليكو ويديمكو. اتفضلوا اتفضلوا. يا هلا يا اهلا وسهلا بيكو، اتفضل اتفضل ناجي بيه، اتفضل يا اهلا وسهلا ناجي بيه، اهلا وسهلا شرفتنا. والله كلها كرم يا عم زياد. تسلم تسلم، والله وحشتني مصر. انت تشرفنا في مصر في اي وقت يا عم زياد. ناديني ابو طارق. ابو طارق؟ مين طارق فضوله يا ابو طارق؟ الأول على اليمين ده صغير؟ لا، ابني الكبير البكر أول خلفتي، ربنا يفك أسره. هو معتقل؟ اي، اعتقلوه الصهاينة من 16 سنة، كان لسه ما كملش 16 سنة. مسكين حبيبي، قضى نص عمره عندي والنص الثاني بالمعتقل. ربنا يفك أسره إن شاء الله. ما هو يا ناجي بيه، عشان ناس تعيش لابد ما ناس تانية تدفع الثمن. هما اعتقلوا لي؟ كان بيجيب عنده على الدار ناس من المقاومة مطلوبين ويخبيهم، وبعدها ما رجعش. بس
إن شاء الله إن شاء الله حيرجع يا نجيبي. إن شاء الله حيرجع أبطل. وهدول حامد ونجيب وياسر الصغير، الشباب حيعجبوك يا نجيبي. ربنا يخليهم لك أبو طارق. الله يسلمك. يا نهار اسود، ده البيت كله سلاح. يا ابني فاكر نفسك في شرم؟ الناس دي بتضرب كل يوم، يعني لازم يكون عندهم سلاح يدافعوا بيه عن نفسهم. واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. انا طول عمري بسمع عن اللي بيعانيه اهل غزه من التلفزيون، لكن اول مره احس ان هم تعبانين قوي كده. شيء فظيع قوي ان الواحد يعيش طول عمره متهدد كده بالموت. ايه ده ايه ده، موت ايه ونكد ايه؟ انتوا هتقلبوها غم، افتكروا لنا حاجه حلوه. امسك. أنا عارف الظروف هنا صعبة، وإحنا هنقعد عندك أسبوع، فلو سمحت لي يعني بعد إذنك ده مبلغ صغير كده. رجع يا أخوي، رجع مصاريك بجيبتك، يا أخوي هذه إهانة، وما كنتش حابب تكون بداية علاقتي معك زي هيك. مفيش تكليف بينا يا أبو طارق. يا أخوي الحمد لله الخير كثير، وأنت زي أخويا والشباب زي ولادي، وما بيصيرش تقول هذا الكلام يا أخوي، ما بيصيرش، إحنا أخوة. ما هو برضو لما أنت تميل على أخوك في حاجة وهو يميل عليك في حاجة تانية، فيها إيه يعني؟ سكر على هالموضوع، الله يرضى عليك يا ناجي. الشاي وين؟ الشاي وين؟ الولد اللي راح يعمل الشاي؟ الشاي يا عبد الجليل لعمك أبو طارق بسرعة. الشاي كبير. اهلا. ايه ده كله؟ الله يخرب بيتك، انت خلصت لهم كده الشاي والسكر بتاع البيت كله؟ والله يا دوبك يا باشا. الله، امال فين الشباب؟ طلعوا فوق. الله، طب والشاي؟ اطلع ازعجهم يا عبد. ايه اعزائهم دي يا باشا؟ لا مؤاخذة، اطلع اندهلهم من فوق. حاضر يا باشا. اسمع يا ناجي بيك، أنا ما بعرفش تفاصيل، بس أنا واثق من إنكم رح تعملوا إشي كبير لهالوطن. واللي بيجي لحد هان وشايل كفنه على إيده لازم يعرف إنه إحنا كلنا بخدمته. بس أهم حاجة طبعاً أبو طارق، ما حدش يعرف إن إحنا قاعدين هنا. ما تحكلش هم يا ناجي بيك، بيت زياد ما فيش حدا يسترجي يقرب منه. اهلا وسهلا، اليوم 28 شعبان، يعني ربنا رايد نصوم رمضان مع بعض. انت ايه ده؟ انت ما لبستش جلابيه ليه؟ ما دي جلابيه يا باشا. ده قميص مش جلابيه. السلام عليكم.